رئيس أركان الجيش ورافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية في زيارة إلى مقر فرقة المشاة العاشرة للإطلاع على الوضع الأمني وتفقد سير التدريب ضمن معسكر التدريب الحبانية. قيادة القوات البرية تعقد مؤتمرا للمشاورين القانونيين لقيادات العمليات والفرق لغرض إنجاز المجالس التحقيقية وإكمال كافة المتعلقات. حسب توجيه قائد القوات البرية، زارت لجنة من هيئة التدريب قيادة القوات البرية لواء المشاة 38 والبطارية الخفيفة وسرية التموين ونقل اللواء، وذلك للاطلاع على سير التدريب ومدى الاستفادة منه. وفق معلومات استخبارية قوة من قيادة عمليات الجزيرة تضبط كتس للعتاد غربي الأنبار حيث تم تفجيره موقعيا. فرقة المشاة العاشرة تعثر على مقذوفات وتلقي القبض على أحد المطلوبين في قضائي الرمادي والقرمة ضمن قاطع المسؤولية حيث تم تسليمه إلى جهة الطلب. قطعات فرقة المشاة 15 تنفذ عملية بحث وتفتيش ضمن ناحية ربيعة أسفات عن العثور على عبوات محلية صنع ومقذوفات حربية تم تفجيرها تحت السيطرة.